بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ووسط حضور ثقافي كبير نظم مجلس اللسان العربي في نواكشوط ندوة حول تفصيح اللغة العامية بموريتانيا، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والمهتمين باللغة العربية. الشيخان والسيدي والتفاصيل. مجلس اللسان العربي بموريتانيا الذي تم إنشاؤه بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنفيذا للأهداف التي أرادها له صاحب السمو حاكم الشارقة، وتماشيا مع احتفاء سموه ورعايته للغة العربية ومنعا لإهمالها واندثارها، نظم المجلس ندوة حول تفصيح اللغة العامية بموريتانيا. مجلس اللسان العربي بموريتانيا دعا إلى هذه الندوة حول تفصيح العامية أو تهذيبها، والمقصود به السعي من ناحية إلى تحصينها من كل عوامل التهجين المحدقة بها، والسعي من خلال ذلك إلى تضييق الشقة بينها وبين اللغة العربية باعتبارها سليلة من سليلاتها، وباعتبار اللغة العربية لغة أما. فنحن حريصون على أن لا ينقطع ذلك الحبل السري، وأن لا يكون انقطاعه إذا انقطع سببا لسلب الحياة بدل جلبها. المشاركون في ندوة تفصيح العامية طالبوا بالتمسك باللغة العربية وصيانتها من خلال الحفاظ على الموروث اللغوي والابتعاد عن الكلمات الدخيلة وسن قوانين تحمي اللغة العربية من الضياع، حيث شارك في الندوة عدد من الباحثين والمهتمين باللغة تركزت مداخلاتهم حول توحيد الجهود لرفع التحدي الذي تواجهه العامية الموريتانية من خلال دخول مصطلحات غريبة. يرى أن الفصحى والعامية بينهما تقارب كبير جدا، لم يعد المتلقي يستشكل أو يحدث لديه غموض عندما يستمع مثلا إلى نشرة إخبارية بالعربية، بل إنه يتفهمها ويستوعبها. كذلك عندما نتحدث لإنسان ليس من وسطنا بالحسانية اليوم أقصدها، فإنه يستوعب أكثر ما نقوله له. الندوة تمخضت عنها عدة توصيات، أهمها المحافظة على اللغة العربية ورعاية الأنشطة التي تحميها من الضياع، كما ثمن الحضور الدور البارز الذي يلعبه صاحب السمو حاكم الشارقة للمحافظة على اللغة العربية، فسموه كان قد أعلنها من قبل. لسنا بحاجة إلى معركة ولا سلاح، إنما نحتاج إلى فكر عميق صادق مؤمن بهذه اللغة التي هي لغة جبريل عليه السلام ولغة القرآن الكريم، ولذلك أكرمنا الله تعالى بهذا العقل وهذا الدين، وكذلك أكرمنا بهذه اللغة التي ما إن أردنا جمع كل لغات العالم لا تأتي بقدر حرف واحد من حروفها. تفصيح اللغة العامية بموريتانيا يبقى مثار جدل بين الباحثين والمهتمين باللغة العربية في بلاد المليون شاعر. الشيخاني والسيدي، أخبار الدار، نواكشوط، موريتانيا.